ولمقدرات الدولة. مع ذلك خرج الأمل من الشرفاء منهم، وعزز هؤلاء القضاة والإعلاميون الشرفاء ثورات الشعوب على أنظمة جمهوريات القهر. ولكن كيف تصنع الجمهورية الثورية هؤلاء الفاسدين في القضاء والإعلام؟ في إحدى القضايا عند قاض مرتش جاء أحد الريفيين لزيارة بيت القاضي وبيده ديك كرشوة، فقبل القاضي الديك ووعده أن الحكم سيصدر لصالحه. وبعد قليل حضر طرف القضية الآخر ومعه كبش بقرون، فاستقبله القاضي أحسن استقبال ووعده أن الحكم غدا سيكون لصالحه. وفي قاعة المحكمة صدر الحكم لصالح صاحب الكبش. وفي المساء ذهب صاحب الديك إلى القاضي وعاتبه وذكره بوعده له، فنهره القاضي بقسوة ورمى ديكه في وجهه وأشار إلى الكبش وقال له: تعلم يا رجل، فإن الحق نطاح وليس نقارا. هذه حالة القضاء في الجمهوريات الثورية، من يدفع أكثر يكن له الحكم على خصمه، فحال محاكمهم وقضاتهم إما مرتش أو من يزور الحكم مغصوبا بقدرة ضابط أمن أو مسؤول قادر لا أن يشل ويعطل عمل قاض فقط، بل يشل عمل محكمة بأكملها، أما الثالث فهو مهمش وكأنه غير موجود. ومن البدء وقبل أن يصبح الخريج قاضيا في هذه الجمهوريات يجب أن يتحقق فيه أحد أو كل هذه الشروط، فإما أن يكون من أعضاء الحزب الحاكم أو من ذوي التقييم الإيجابي ولديه واسطة، والتقييم الإيجابي لا يحصل عليه إلا المطبلون والمزمرون أو من لا يعنيهم الشأن العام ولا يخوضون فيه، والثالث من الراشين. وهكذا تصبح أمانة قضاء وعدل المستقبل بيد هؤلاء، ويمسي الحق نطاحا وتضيع حقوق الناس وتكثر المفاسد والأحقاد. أما وسائل الإعلام فهذه تقنن وتغلق ويستغنى عنها ببضع وسائل مهمشة الدور يتصدى لها صحفيون من أهل الفتن والمرتشين والباحثين عن الشهرة والمناصب من علقاء المهنة، ولا تعنيهم أخلاق المهنة إلا بالقدر الذي تخدم فيه تطلعاتهم، فيدخلون إلى مؤسسات ومصانع القطاع العام كمراقبين، وبخروجهم يكونون محملين لحما ولبنا أو قماشا وهدايا أخرى، ربما موبايل أو كمبيوتر محمول، ولا يمنع قليلا من المال حسب كرم مدير المنشأة. وهؤلاء ينتظرون لحظة تحقق حلمهم، اللحظة الثمينة التي يتكرم بها على أحدهم أحد ضباط الأمن أو مساعديه بمكالمة تليفونية، عندها ستجد صوته قد علته النشوة ليسمع من حوله وهو يقول: سيدي. أما صحفيو المرتبة الأولى فهؤلاء يخضعون لنوع من الدلال والتميز، لكن بعد شدة أذن كسجن لمدة قصيرة أو خصام من نوع ما ومنعهم من حضور مؤتمرات الهدايا ورحلات العطايا، فهؤلاء همهم الأساسي الوقوف خلف مسؤولي الصف الأول ممطوطي الرقبة حتى تصل رؤوسهم إلى أقرب نقطة من المسؤول، وهم من متمرسي المظاهر وتجديد الصور مع المسؤولين وتعليقها على جدران مكاتبهم ومواقعهم في الإنترنت ليبينوا لزوارهم مدى أهميتهم، ولا يمنع المتاجرة بهذه الصور أيضا، كما أنهم يمتلكون حاسة شم تحسدهم عليها الكلاب المدربة، إذ يشتمون بسرعة مذهلة من هو مؤهل لأن يكون مقربا، ويشتمون بنفس السرعة رائحة مسؤول ما سيطاله غضب السلطة قريبا، فتراهم بسرعة يخفون صورهم معه وينطلقون من مرحلة لعق حذائه إلى مرحلة التمرجل عليه وشتمه في اجتماعاتهم العامة والخاصة. هذه حال قضاة وصحفي الجمهوريات الثورية العربية. أما من لم يكن من هؤلاء الذين وصفناهم فحاله إما السجن أو التهميش أو التهجير. نعم يا سياداتكم، ربما بطشكم منع خروجنا لنصرخ من عمق حناجرنا كما صرخ أشقاؤنا الذين بصراخهم كشفوا حجم الفساد والنتانة في هذه الشرائح، وأحالوهم إلى السجون أو أخرجوهم من الحياة العامة إلى جحورهم ولم يقبلوا عذرهم وتبريراتهم السخيفة. لكن كرمكم السامي نتمنى أن نجده هنا، فقد ضاعت الحقوق وكثرت المظالم والمفاسد ولا حسيب ولا رقيب. بكرمكم وعطفكم الذي تفجر فجأة أريحونا من هذه الشرائح وكفانا معاناة عقودا كاملة، وارحموا عجزنا عن الصراخ، افعلوا خيرا ولو لمرة واحدة، ونيالك يا فاعل الخير عند الله. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من السويداء المحامي الأستاذ نايف قيسية. مساء الخير سيد نايف، هل فعلا يعمل معظم قضاة جمهورياتنا العربية بمبدأ أن الحق نطاح وليس نقار؟ أهلا وسهلا. أهلا بك. اسمحي لي بالبداية
اليوم عيد المرأة العالمي، أن أهنئك وأهنئ كل نساء العالم. شكرا. الشريفات بعيد المرأة العالمي. نعم. ومن خلال قناتكم اسمحوا لي أن أهنئ الأستاذ الزميل هيثم المالح بإطلاق سراحه. نعم. وتنتقل إلى الموضوع رأسا. نعم تفضل. البداية الفساد يعني لابد من لغويا من تعريف كلمة الفساد إذا بتسمحي. نعم. يقال فسد وفسد فسادا وفسودا ضد صلحة، فهو فاسد، وأفسده ضد أصلحه. نعم. فأسد القوم أساء إليهم ففسدوا عليه. وما نقصده اليوم بالفساد أخذ المال ظلما، أخذ المال ظلما، هيك بتعبير شعبي واضح. نعم. والمفسدة جمع مفاسد، مصدر الفساد أو سبب الفساد. طيب سيد نايف، بالعودة إلى سؤالي لك، هل فعلا يعمل معظم قضاة جمهورياتنا العربية بمبدأ أن الحق نطاح وليس نقار؟ هذا الحق نطاح وليس نعم، أي أن الحق للأقوى وليس لصاحب الحق. الحق نطاح، في عندي هون حادثة جرت فعلا بتدل على أنه هذا صحيح. أحد القضاة قديما بالسويداء، أحد القضاة كان لديه دعوة منظورة أمامه. نعم. دعوة بين بدوي ومواطن من سكان المحافظة بالسويداء، يعني يقولها بشكل أوضح بين بدوي ودرزي. نعم. فالدرزي جاب هدية للقاضي، شمعدان، هذا الشمعدان اللي بيحطوه على الطاولة، شمعدان مثل كاز يعني. والبدوي جاب أهدى القاضي كبش، خروف كبير. فحكم القاضي لصالح البدوي. فسأله الدرزي: يا سيادة القاضي، الحق واضح، كيف حكمت للبدوي وما حكمت لي؟ نعم. أنا هديتك شمعدان. قال له: خراف، الشمعدان نطحوا الكبش كسروا. نعم. نطحوا الكبش كسروا، يعني اللي قدم هدية أحسن بنظره، فأهدى حكم. إذن يحكم لمن يدفع أكثر سيد نايف. إيه، من يدفع أكثر؟ من يدفع أكثر هو الذي يحكم له. طبعا هو الذي يحصل على الحكم لصالحه. نعم. هذا طبعا لا يعني ذلك أنه بشكل مطلق أن كل القضاة في هذا المستوى، لا شك أنه قال لأن مثل شعبي بيقول إذا خلت بلت، في قضاة لا شك في قضاة شرفاء. طيب سيد نايف، الجميع يتحدث عن فساد في الجسم القضاء السوري، ولكن لا أحد يعطي أمثلة على ذلك. هل لديك أمثلة يمكن أن تحدث الجمهور عنها؟ عندي أمثلة كثيرة، أعطينا بعضا منها أو واحدا منها على الأقل. بس قبل ما أعطيك، ما كفيتش فكرتي عن الفساد، إن رأي الفساد شغلة قديمة. قديما قال أبو العتاهية: إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء، أي مفسدة. نعم. الشباب، الفراغ، البطالة، الجدى يعني معناها الرزق والثراء الكبير، هذول قبل هن من أسباب الفساد. نعم. أصحاب الثروات الكبيرة هم الأكثر فسادا. طيب لو نعد إلى سؤالي. نعم. لك سيد نايف. نعم. عذرا لضيق الوقت، عن فساد الجسم القضائي السوري لو تعطينا أمثلة على ذلك. أنا عندي أمثلة كثيرة عن الفساد، سأذكر بعضا منها. منذ ثلاث ما شكل هذا الفساد؟ نعم. ما شكل هذا الفساد القضائي
هل هو في فساد في الرشوة ومن يدفع أكثر أم هناك أشياء أخرى؟ في أشياء أخرى ولكن بشكل عام هو من يدفع أكثر. في أشياء أخرى طبعا المال الجنس كل الشغلات هذه عم تلعب دور. طيب ما الآلية التي يتم من خلالها إفساد جهاز القضاء في هذه الجمهوريات؟ وأنت ذكرت بعض الأمثلة مثل المال والجنس. الآليات؟ نعم. ما أنا بدي أذكر لك أمثلة من خلال تجربتي. أنا عندي تجربة بالمحاماة 28 سنة، عندي أمثلة ملموسة عن الفساد. بس المفروض انه قبل كل شيء نعرف انه شو سبب الفساد. هذا مهم جدا لانه في فساد جزئي. نعم. قد يوجد في هذه الدائرة او تلك احد ضعاف النفوس ممكن يرتشي، هذا فساد جزئي ممكن معالجته بطرق معينة وسهلة، لكن في فساد اصبح يعني فساد شامل وعام. مثل هذا الفساد ينتشر في ظل الاستبداد والأنظمة الشمولية، فعنا انتشر الفساد بشكل عام من فوق لتحت، لأنه عنا استمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية اللي مستمرة منذ 48 سنة. نعم. فهناك قاعدة تقول أن الاستبداد يقترن مع آليات توليد الفساد. وصلت فكرتك المحاولة.